في ظل مجابهة فيروس كورونا، أعلنت وزارة الأوقاف من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عن إنتاج واقي مكتبي مكون من شرائح عازلة شفافة اللون، وذلك بعد تطوير المجموعة لواقي الوجه الشفاف وإنتاجها الكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه وبوابات التعقيم. من جانبه، أكد المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة أن أسعار الواقي المكتبي سوف تكون في متناول الجميع كالمنتجات السابقة، كونها تهدف إلى خدمة المجتمع ومجالات التنمية ومكافحة انتشار فيروس كورونا. بالنسبة لآخر حاجة عندنا يمكن هي الواقي المكتبي، وده الغرض منه إن احنا يبقى فيه واحنا بنقعد على المكتب بيبقى عايزين ان احنا نتكلم ويبقى في امان في الكلام. طبعا الواحد لما بيتكلم احيانا ممكن الرذاذ اللي طالع او من خلال الكلام بيبقى ممكن يبقى في تطاير لبعض الفيروسات او حاجه. فميزه الواقي المكتبي اللي بيحمي من ان الفيروس ينتقل من خلال الرذاذ او الكلام، يعني ده ميزته. طبعا هو احنا عندنا عملنا التصميم لكذا مقاس، عملنا مقاس للمكاتب صغيره متوسطه مقاس 90 ب 65 ارتفاع عشان تحط على المكتب زي ما حضرتك شايف كده، وفي مقاس تاني اكبر المكاتب الكبيره متر 20، وطبعا بيبقى السمك بتاعها من ماده بولي كربونيت، ده مودي بولي كربونيت، بيبقى السمك اكبر والتثبيت مختلف. الكلام ده مفيد للمكاتب، مفيد للبنوك، مفيد للصيدليات، مفيد للمستشفيات، مفيد للمطاعم في حالة إن شاء الله لما يتم فتحها يبقى عازل ما بين الترابيزات. وإحنا فعلا منزلين فلاير بيشرح الموضوع ده.